السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباراة مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا ما بين نادي نابولي ونادي ريال مدريد. المباراة دي في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والمباراة دي هي الجولة الثانية للفريقين. ابتدى نادي نابولي يلعب بطريقة 4-3-3، ونفس الكلام بالنسبة لنادي ريال مدريد، لعب بطريقة 4-3-3. ابتدى نادي نابولي تشكيل مكون من أليكس ميريت في حراسة المرمى، خط الظهر ناحية اليمين لعب بدوليرينزو واتنين قلبي دفاع اوديجارد وناتان، ولعب ناحية الشمال بماتياس اوليفيرا. لعب بثلاثة في نص الملعب وهم فرانك انجيسا، ولعب ولي ب لبودكا، و ناحية الشمال زيلينسكي. لعب باتنين امامهم في الخط الهجومي، ماتو بوليدا وخفيتشا، ورأس الحربة الصريح فيكتور اوسيمين. اما نادي ريال مدريد فلعب بتشكيل مكون من كيبا في حراسة المرمى، خط الظهر مكون من كارفاخال وروديجر وناتشو وكامافينجا. لعب بثلاثة أمامهم، توني كروس وفالفيردي وتشاوميني، ولعب باتنين تحت رأسي الحربة رودريجو وفينيسيوس، ورأس الحربة صريح بيلينجهام. ابتدى المباراة بضغط كبير جدا لنادي نابولي عكس المتوقع، وابتدى يبدلوا الهجمات نادي ريال مدريد. يعني احنا عاوزين نقول ان الضغط كان كبير من نادي نابولي، ولكن الاخطر كان نادي ريال مدريد. حتى جاءت الهدف الاول في الدقيقة 19 لنادي نابولي. كانت ضربة ركنية من ناحية الشمال، عملها كده بالعرض، نزلت على رأس ناتان اللي يلعبها براسه وتضرب في العارضة وترد لأوديجارد اللي يحطها في المرمى محرزا الهدف الأول من خطأ قاتل من كيبا حارس مرمى نادي ريال مدريد. ثم يأتي هدف التعادل في الدقيقة 28 لنادي ريال مدريد. كرة بالانجهاب كده يضغط ويغلط مدافع نادي نابولي دي لورينزو ناحية اليمين، يخطفها ويضغط ويتوغل على حدود منطقة الجزاء ويلعبها على شماله لفينيسيوس اللي يحطها أرضية زاحفة على شمال الحارس محرزا الهدف التعادل لنادي ريال مدريد. ثم يأتي الهدف الثاني لنادي ريال مدريد عن طريق بيلينجهام، وهو هدف مارادوني. كرة كده استلمها من نص الملعب، مررها له كامافينجا، ياخدها ويرقص واحد واثنين ويدخل جوه منطقة الجزاء ويلم ويلعبها على شمال الحارس محرزا الهدف الثاني لصالح نادي ريال مدريد.
ليه ينتهي الشوط الأول بنتيجة تقدم نادي ريال مدريد على نادي نابولي في عقر داره بهدفين لهدف. مع بداية أحداث الشوط الثاني ابتدى نادي طبعا نابولي ما عندوش حاجة يبكي عليها، ابتدى يضغط، وحتى جاءت الدقيقة 51، والحكم كده يستدعي حكم الفار، يستدعي حكم الساحة ويروح يبص في الفار، يلاقي ان الكورة جت في ايد ناتشو ويحسب ضرب الجزاء لصالح نادي نابولي. يدخل زيلينسكي ويلعبها على يمين الحارس كيبا اللي اترمى معاها، ولكن الكورة بتضرب في القائم وتدخل في الزاوية الأخرى محرزا الهدف التعادل لنادي نابولي. ثم في الدقيقة 65 وتغيير مهم جدا بنزول مودريتش بدلا من توني كروس اللي ابتدى ينشط كده الناحية الهجومية لنادي ريال مدريد. بكده نادي ريال مدريد بيلعب بخط هجوم قوي جدا، فالفيردي ومودريتش وفينيسيوس ورودريجو وبيلينجهام. وبالفعل في الدقيقة 78 كورة كده ضربة ركنية من ناحية اليمين يدخل على التنفيذ، مودريتش يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء، يردها دفاع نادي نابولي على حدود منطقة الجزاء اللي تروح لفالفيردي اللي يستلمها ويشوط قنبلة تضرب في العارضة ثم في ظهر حارس مرمى نادي نابولي ثم تسكن الشباك محرزا الهدف الثالث لنادي ريال مدريد بهدف انا بقول عليه ده هدف عالمي، قنبلة شات صاروخ، صاروخ ارض جو مش طبيعية تضرب في بطن العارضة وترد في ظهر الحارس وتسكن الشباك محرزا الهدف الثالث لريال مدريد لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد على نادي نابولي بنتيجة 3-2. طبعا بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي ريال مدريد إلى 6 نقط من مباراتين يتصدر بها المجموعة الثالثة. يأتي بعد نادي نابولي برصيد 3 نقط، التوقف رصيده عن 3 نقط من مباراتين في المركز الثاني، ثم نادي براغا البرتغالي برصيد 3 نقط من مباراتين، ثم نادي يونيون برلين بلا نقاط من مباراتين. نتنقل إلى مباراة أخرى امبارح في نفس التوقيت اتلعب يمكن مباريات مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا. عندنا في المجموعة الأولى مانشستر يونايتد اتغلب على أرضه وسط جماهيره من نادي جالت سراي بنتيجة 3-2. عندنا في نفس المجموعة برضو قدر نادي بايرن ميونخ يفوز خارج الديار على كوبنهاجن بنتيجة 2-1 ويتصدره للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ثم يليه نادي جالاتا سراي بنتيجة برصيد 4 نقاط. عندنا في المجموعة الثانية عندنا كان في مباراة ما بين لانس الفرنسي ونادي الأرسنال وانتهت بفوز نادي لانس الفرنسي على نادي الأرسنال بنتيجة 2-1. عندنا برضو نادي انتر كان بيلاعب نادي بنفيكا في المجموعة الرابعة قدر انه يفوز على ارضه بنتيجة 1-0. النهاردة في مباراة مهمة جدا في دور قبل النهائي من كأس مصر ما بين النادي الاهلي ونادي انبي، دي هتقام في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة.
عندنا مباريات اخرى برضو في دوري ابطال اوروبا. عندنا مباراة مهمة جدا، عندنا اتلتيكو مدريد مع فينورد في تمام الساعة 8 الى ربع بتوقيت القاهرة. وعندنا مباراة بروسيا دورتموند مع نادي الميلان في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة. وعندنا نادي لايزباك هيلاعب الألماني، هيلاعب نادي مان سيتي، وفي مباراة مهمة جدا الساعة 10 بتوقيت القاهرة. وعندنا نادي بورتو يستضيف نادي برشلونة في مباراة قوية جدا في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة. ثم مباراة نيوكاسل ونادي باريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة، نلقاكم في حلقة قادمة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.